أستاذ حجي حسن علي ما شغلي حوراني أكم القرية الوردية ناحية الأزيرة فترة كان في شغلي كان بري مالت العزيرة شغلي كان بري فرماني بشتي فرماني أم حولينا وردية أف شغل بري باو بابيريد ما كرتشيت كرين فترة كي أمجي بيرا شغلين بشتي هنجي كرك دوري وان نما حولان ما حولان ده حورانيا مش ده هزاري ده أم حورانيا تشيت كن سالة ده هزاري ده از برای خوا و برازی خوا و زارود خوا دو پهله جی مگر تینه دخا یازی مگر تینه اوجی مرا شغلن اج ده هزار و هجده ده عمل وردی شغلن طلبیش آلمانیا هیا اج کردستان هیا اج موسیل هیا اج به منطقه همه داخل عراق و خارج عراق اج هرچی بیهیس بیه لبسیل برخوا که طلبیه اج مرا از چینی امجره چید کنی بذا عام اج موسلا تاجرتيني ام حسب الطلب يبني ما تشي طلبانت اوج مرتيني جاهزتك سفيفينا قيتانا قيتانا زرافا جاوا بتانا داخلا انواع ادوينا انواع ادجو هينا هربتي انجليسي بتري اجرانا بس اود بجنسوف خالص هريا تشكي ابهايا بس يقنجا وهربتي هندي هيا اي سيفك هيا ويجران هيا وانواع بتانا جي هنا ايبرش هنا بيبرش هنا كل انواعهم ما تشتي بدعاها بالموسيلة دي كما اختيار كلش مراتين ام تشيت كن بس عارض وان جي حسب الطلبة هنا جي تكلفنا سادو بين جي اربتي انجليسي تكلف يا سيسد جي بشتو بين شزاري في قيسي ونوعد بتانا جي اختلافتي ده هنا والحمد لله شغلي ما يقنجاو شغلنا المال ده هم تدرين ولا تقشق تعبتي ده هيا بس المال ده ويا خبرة بيا مهنج مرة أمشي عودينا سر مش خلاص شغلنا أو وقتي واني كأم بيجن أم يكي خلاص كنا مدرون هكا أم مرتاح بن ما قال لك إن من تعبي بن تقريبا هرو هر دروج أساسية شيد بن روزنا یک چید بی پاپ جان نه دیمو دیما به بوی تینه و چل باندی نه یک بتانه چید کا یک ات فصلی نه یک وتید کا یک قیتانا لی ده هم افجاو کا معامله لی کت فتلی تقریبا در روز اس سه چید بن بس ما مشی ویجی بدنا بر خود شغلی وان چک تش قلا الحمدلله مدر عادینه شغلی خو مهنه کا خوشی و طلبی سر ہے عالم ج شغلی مے رادیو